sample 0x اثنين كم؟ واحد زيرو اثنين الله أربعة اثنين واحد أربعة اثنين كده خلاص الكونفجريشن ريجستر اتعدل الفاليو بتاعته الكوماند اللي بعد كام؟ لا ريسيت بعد التعديل اللي انا عملته ده هيفرق عنده بس في الباسورد، لان الباسورد تبقى ايه؟
تبقى معاك 6. فلما اجي ارميه مره ثانيه يوفر رايت اللي موجود في الستارت اب داش كونفج كده اصبح الستارت اب داش كونفج نفس الكونفجريشن هي هي هي، ولكن الباسورد اللي كانت موجوده على النيبل اتعمل لها ريسيت الى 1456. دونت فورجيت انك انت ترجع ثاني بالقيمه بتاعت الكونفجريشن ريجستر الى القيمه الديفولت، يبقى البوت بتاعك ترجع ثاني ايه ال دي رام تي اف تي بي ثم السيت اب مود عن طريق الكوماند يعني configuration mode configuration register صح كده؟ اه configuration register 0x هرجع بقى الديفولت 0x 2102 خلاص. هل في حاجه ثانيه كده محتاجين نعدلها؟ الاجابه لا. بس معلش هتسايب فين؟ end write كده خلاص. انا كده خلصت جاست هامر ريلود عشان بس اتاكد ان فعلا الدنيا اتظبطت معايا. ريلود كونفيرم. انا طبعا مش جايب مشكله عويصه، مشكله يعني فيري سمبل، ولكن اهو ده حصل فعلا ان الناس يعني حتى يعني في يعني نوت تؤخذ على الراجل اللي هو مسؤول الاي تي اللي موجود اللي جه ان هو ما ابتدأش حتى ان هو يعمل سيرش على جوجل هاو تو ريكفر الباسورد على اساس كراوتو، وهي طريقه زي ما اتفقنا كومن يعني زي ما انت شايف راوتو اساس كراوتو 1600 1800 2800 2600 مش هيفرق معايا لان انا بتعامل مع الاي او اس، بتعامل مع حاجات كومن، مش بتعامل مع فيتشرز، مش بتعامل مع في بي ان، مش بتعامل مع انتروجن بريفنشن سيستم فيتشر موجوده على الاي او اس، فبالتالي تفرق من راوتر لراوتر، لا انا بتعامل مع حاجات كلها كانت كومن. ممكن برضك اخلي الباسورد نو باسورد كلاينت انيبل باسورد واضرب انتر على طول اسيبها فاضي اوكي. انيبل باسورد من 1 ل 6 كده الباسورد اتفتحت واقدر بقى اشوف الكونفيجريشن شو رام اللي هو الراجل كان يعني عامله، الاقي ان هو عامل بقى الهوست نيم وادي الانترفيس دهيت ان ميدي الانترفيس دي زيرو الاي بي دوت 192.168 واضح ان دي الشبكه بتاعته الداخليه، يعني هنا كده ممكن استنتج معلومات عن الراجل ده شغال ازاي. الانترفيس السيريال شغال فريم ريلي، ده احنا هنقول ان شاء الله في الجزء بتاع الوان اوكي. ده واضح ان الراوتر ده كان طالع انترنت عن طريق الكابل اللي هو البي 35، يمكن ده لسه هشرحه بالوان بس خليني اقول لك كده بسرعه. ده كيبل سيريال او احنا بنسميه في الماركت بي 35. الانترفيس دوت بي 35 اوكي، بيبقى فيه موديل اسمه سيريال موديل بيديه لك الاي اس بي اوكي، بيخش فيه كابل التليفون وبعدين بيخش فيه الانترفيس ده، يبقى ليه مكان بيركب فيه وزي ما انت شايف البنات يعني ليه طريقه تركيب معينه، ما ينفعش يعني ما ينفعش يبقى تو واي، هو ليه طريقه تركيب واحده اكوردنج طبعا للفيميل سلوتس تبدا تركب ده ايه تركب، وده البورت الناحيه الثانيه بيوصل فين؟ بيوصل في الراوتر. هو ده البورت الثاني كده. الراوتر ده بقى فيه كام بورت؟ تو بورت. البورت بتاع الايثرنت اللي هو ده من هنا لهنا فري، ده بيوصل على السويتش على السويتشنج انفايرمنت بتاعتي على اللان، وده بيطلع على مودم والمودم عليه كابل تليفون طالع على البروفايدر ده كده الانترنت. ده الراوتر تو انترفيس اوكي. طبعا دوت ممكن ان شاء الله لما نوصل للشابتر الوان انا اجيب لك مودم بي 35 واوريك طريقه توصيله ازاي، وطبعا هنتعلم برضك في الشابتر بتاع الوان الانكابسوليشن بروتوكولز اللي بتتحط لما الراوتر يكلم البروفايدر، بيبقى فيه بروتوكولات وبيبقى فيه طريقه كوميونيكيشن معينه لسه هندرسها لما نبقى نروح لها اوكي. نكمل. كل دي وادي الانترفيس سيريال 0 على بوينت تو بوينت الاي بي ادرس موجود، كل القصه فيه احنا لسه ان شاء الله لما نيجي الجزء الاول هشرحها لك بالتفصيل، بس انا بوضح لك ان الكونفيجريشن بتاعت الراجل زي ما هي، هيبقى زي ما هي، يعني ده كده يرجع له اقول له اتفضل حضرتك وانت داخل اعمل انيبل حط باسورد 1 ل 6، وحتى زي ما هي، اي بي زي ما هي وصلها على طول زي ما كان. اوكي؟ ويمكن حاطط باسورد على التيرنت اي جي نت. مش عامل انكريبشن. نعم؟ مش عامل انكريبشن. مش عامل انكريبشن
اوكي انا عامل باسورد على التيرنت ايجنت، لكن طبعا يعني ما تفرقش معايا خلاص بقى تيرنت مش تيرنت، انا اهم حاجه عندي بتبقى اصعب حاجه ان يبقى في باسورد على الكونسول او باسورد على الانبل، لان انا ما بستخدمش بعرف ان انا احط هذه الباسورد. ده كده كان ريل سيناريو، والمفروض خلاص كده الرابط دوت اتشحن للعميل دوت والموضوع يخلص. طبعا فبالك بقى ممكن بعد كده الراجل يستعين بيك في حته الراوتينج. وباشمهندس تعالى احنا عندنا في تو برانش ورابطين ام بي ال اس ومقومين بروتوكولز اي اي جي ار بي، بس عندنا مشكله. فانت لو نزلت الاي اي جي ار بي كويس جدا تخش على الراوتر تشوف الكونفجريشن وتراجع الدنيا معاه وتقدر تتعامل مع الموقف. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان اي واحد شغال في الاي تي فيلد بيبقى كل اللي بيبقى همه ان يبقى معاه التكنولوجي، معاه التولز في جيبه او مش في جيبه في دماغه، معاه تولز ومعاه حلول ومعاه اكسبيرينس بتخليه يخش يحل المشكله. ايفن لو انك انت ما كانش عندك سابقه احتكاك بالبيرسونال ده وهتحتك امتى؟ يعني رقم واحد هيجي امتى؟ انت هتبدا انك انت يعني تحتك بالريل لايف سيناريو، كل ما هتيجي تخش اوضه السيرفر روم يا نهار ابيض ايه الدنيا متكعبله ازاي وبتاع امشي ازاي؟ زي ما هي الناس لحد دلوقتي يعني شويه بعض الناس في عندها شويه هيزيتيشن في التعامل مع الكوماندز. ده ايه؟ ده قله براكتس، مش بيتضرب كتير. طب ده يتضرب عليه ازاي؟ يتضرب كتير طول ما هو قاعد يرن كوماندز ويعمل سيناريوز. وده ان شاء الله احنا هنبدا نتابعه من اول المحاضره اللي جايه، ان هيبقى باي فورس، هتنزل كوزات يعني بكثافه شديده جدا، هنجيب كل اسئله الاكزامز اللي جت على مدار الفتره اللي فاتت من باسفور شور، هناخدها ونبدا ان احنا ننزلها از كويز لحضراتكم وتعملوها لنا وترجعوا لنا بيها. وهو ده اللي هيبقى على اساسه هيبقى في ايفالويشن الناس بتاخد على اساسها سيرتيفيكتس. الموضوع هيمشي 0 ل 1، يعني الراجل اللي هو هيأدي معايا هياخد السيرتيفيكت بتاعته، اللي هيأدي نص نص مش هيدوس سيرتيفيكت. تشرب